السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب يحقق احلامكم ويحلي كل ايامكم. وياكم زين الامان وجايب لكم اليوم زين زين. اليوم ان شاء الله عندنا اسعار اجهزه شاومي لفئه الريدمي، لكن قبل ان نبدي عندي ملاحظه بسيطه اعطيكم اياها. اسعارنا هي رنجات يعني من والى، بس الناس دائما تسال ليش سعركم رنجات؟ ابرز الاسباب انه اسعار الاجهزه دائما بتغير مستمر، قد يكون سعر الشراء هو الاعلى او الاقل او ما بينهما، بغض النظر عن الكميه، يعني اذا عندك قطعه واحده او 10 قطع فهو السعر نفسه. هسه خلينا ننتقل لاول جهاز اللي هو ريدمي كي 40 ذاكره 128 ورام 8. سعر الجهاز يتراوح بين 460 الى 477. بعدها جهاز ريدمي نوت 11 برو ذاكره 128 ورام 6. سعر الجهاز يتراوح بين 330 الى 350. كذلك جهاز ريدمي نوت 11 اس ذاكره 128 ورام 6 سعر الجهاز يتراوح بين 300 الى 322. بعدها جهاز ريدمي نوت 11 ذاكره 128 ورام 4 جيجا بايت، سعر الجهاز يتراوح بين 240 الى 260. هسه عندنا جهاز ريدمي نوت 10 اس ذاكره الجهاز 128 ورام 6، سعر الجهاز يتراوح بين 280 الى 300 الف دينار. بعدها جهاز ريدمي نوت 10 5 جي النسخه الصينيه ذاكره الجهاز 128 ورام 6، سعر الجهاز يتراوح بين 240 الى 260. هسه عندنا جهاز ريدمي 10 ذاكرة الجهاز 128 ورام 4، سعر الجهاز يتراوح بين 218 الى 230. ونفس الجهاز اللي هو ريدمي 10 لكن رام 4 وذاكرة 64، سعر الجهاز يتراوح بين 210 الى 218. هسه عندنا جهاز ريدمي 10 سي ذاكرة الجهاز 128 ورام 4، سعر الجهاز يتراوح بين 200 الى 218. كذلك جهاز ريدمي 9 اي رام 4 وذاكره 64، سعر الجهاز يتراوح بين 135 الى 150. كل هذا واكثر تحصلوه في قسم صاله الاجهزه الذكيه في شركه الاماني في محافظه كربلاء حي البلديه قرب دار الاطفاء. مع السلامه.